سمعت كلمة قالها أحد الأبناء، ما أنا بقايل لأن تقول هو يعرف بنفسه، قال لي شيخ لو تنتظر شوي خويانا أخاف يخصمون عليهم من النقاط. من قالها؟ قال يا شيخ كفو طيب. الله يسعدك. في التنافس والمسابقات التنافسية كل واحد بيجيبه أفضل درجات وأعلى النقاط، ويهمون والله خصمه أنه تطيح النقاط عنده ما يث... لكن هذه اللمسة تدل أنه فعلا في قلوب على بعض هنا، وأن القضية ليست قضية من يكون الفارس الأول ولا الفائز الأول، قضية كلنا شخص واحد أحب لأخي ما أحب لنفسي. حرصك وحرصكم كلكم أنكم تأخرون الصلاة في مجال إن شاء الله يجوز في التأخير، حتى بس خويانكم يلحقون الصلاة كسبون تكبيرة الإحرام الصف الأول، ثم أيضا حرص ألا يفقدوا من النقاط هذه شيء يستحق التحية والإشادة. بك ومن هذه مشاعر وكلكم هذه مشاعر والله كلهم يا عيال الأمانة وقت الصلاة أيوة يقعدوننا ويحرصون عندنا كل موجودين. أنا عجبني هذا وكلكم تستحقون التحية على اللمسة هذه، فعلا تلمس أن فعلا قلبنا على بعض حقيقي. هذا معنى جميل جدا، إن قلوبنا على بعض. ترى من الشيء اللي نعاني منه